هذا المشروع خاص بوضع عيون مائية لفائدة سكان قرية المساعيد بعيون العصافير بباتنا. بقي على هذا الحال، لم تصله قطرة ماء واحدة منذ تاريخ وضعه حيز الخدمة، مشكلة تضاف إلى ضعف التيار الكهربائي الذي أرق يوميات هؤلاء السكان. انظر كاين ناس يحب تضيع هذه الأراضي، ماهيش باغي تعطينا أبسط الحقوق. كيما درك هذا مشروع اخويا داروه المناطق الظل، دارونا اخويا العين هنا هاي محلوله قدامك الماء ما فيهاش، هاي دشنوه وداروه وجاو هنا وتلمينا معاهم وكلش، ومن بعد راحوا روحوا لما ما كان. التريسيتي راه يروح لنا بثلاث ايام بالربع ايام ما جيناش، احنا عندنا المال لهنا والشجر هاك تشوفيه بعينك ما كانش، راه مات لنا كلش. درك تزيد تشوف الشجر تشوفه بعينك ويكون على بالك. والحل لازم تشوفوا لنا صونال غاز، هذه لازم يجيو يديروا لنا الحل. كما يطالب سكان المساعيد بإعادة إنجاز هذا السد كحل لنقص مياه السقية. احنا بغينا يخدموا لنا السد هذا، السد هذا نستعملوه للري، هاي الأشجار كلها، الأشجار كلها راحت. المياه الصالحة لشرب تم استلامها وهي تمشي بطريقة دورية، طريقة عادية جدا. كان فيه خلل الأول فعلا قبل الاستلام، أثناء الاستلام وعاودنا استدعينا المؤسسه المكلفه بالاشغال وصلحت، رفعت التحفظ ورفعت الخلل، والماء يمشي بتدفق عالي جدا للنقطتين اللي شملهم المشروع. يذكر ان عديد المواطنين يريدون العوده الى اراضيهم وخدمتها، لكن قله الامكانيات حال دون ذلك.